عبد سميع، عبد سميع. ايوه استاذ. ايه ده؟ فين ابوك يا ابني؟ ابويا جبت طلبات من فوق يا استاذ محمد. طب بص امسك التليفون ده كده. ايوه. وخد الفلوس دي وروح للسوبر ماركت محمود. ايوه. انا مكلمه. حاسب على حاجه وهات لي التليفون ده وتعالى، ولو في اي حاجه اتصل بيا من عليه. ماشي. يلا متاخرش. يلا سلام. سلام. ايه ده؟ الاذان بيأذن. يا رب اعمل ايه؟ اروح اجيب الطلبات وراح اصلي. لا انا اصلي عشان الصلاه ما يفوتنيش. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. انت يا ابني. يا استاذ محمد. استاذ محمد. انت ما جبتش حاجه ليه؟ ما صليت. معلش بس معلش العصر اذن عليا. معلش. لا اله الا الله. هو انت بتصلي الفرض بفرضه؟ اه طبعا. طب جدع انك انت صليت. اوعى تفوت فرض. ماشي. روح يلا هات الحاج. ما تاخرش عليا. ماشي يلا شوف.